التهديدات تطال بلاد الرافدين. التغير المناخي يفرض على العراق أزمات جعلته ضمن أكثر الدول المهددة بعواقب تغير المناخ، مع الجفاف وانخفاض نسب الأمطار والتصحر الآخذ في الاتساع. تقول منظمة الفاو إن العراق شهد موجات جفاف متزايدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار كما لم يحدث منذ 40 عاماً، إضافة إلى ملوحة المياه والتربة، ما يتسبب في تصحر الأراضي وخسارة سبل العيش وأزمات تتعلق بالسكان. اليوم وفي محافظة البصرة، افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مؤتمر العراق للمناخ الذي يستمر على مدار 2 يوماً لمناقشة تأثيرات التغير المناخي وإيجاد حلول لخلق بيئة أفضل. ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت قالت إن العراق يعاني من أزمة مياه حقيقية، وعلينا التحرك جميعاً لوضع حلول لتلك الأزمة، والعراق لا يستطيع فعل ذلك بمفرده. وخلال المؤتمر أطلق رئيس الوزراء العراقي مبادرة لزرع 5 ملايين شجرة ونخلة في محافظات العراق، وكشف عن إعداد رؤية للعمل المناخي حتى عام 2030، داعياً الدول الصديقة والأمم المتحدة لدعم العراق في مواجهة التغيرات المناخية. مؤتمر ربما يقدم حلولاً لأزمات العراق المناخية ويكشف عن استراتيجية للتعامل مع مشكلاته المختلفة في الفترة القادمة في ظل مخاوف متصاعدة لما يمكن للتغير المناخي أن يفعله.